السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج نادي للطبخ والحلويات. اليوم نقدم لكم كيف تفاح وفلون. شو دابا المقادير وطريقة التحضير. هنا 4 البيضات، كاس ديال العنبة سميدة، قبصة ديال الملح، حساب 2 معالق ديال عصير الحامض، كاس ديال الزيت ديال العنبة. بالنسبة للزيت، الكاس اللي عبرت به الزيت هو اللي عبرت به السميدة. الدقيق على حسب الخليط، 3 الخمارات، التفاح انا هنا اللي نقيته ودرته في الحامض باش ما يكحلش، ليمون، 1/2 لتر ديال ليمون، وفلون ديال الفاني. شو دابا طريقه التحضير. انا هنا درت 4 البيضات مع السنيده وقبصه ديال الملح. دابا نضيف الدقيق كيف ما قلت لكم، الدقيق على حساب الخليط. نضيف الخميرة، كيفما كتشاهدوا معايا القوام ديال الكيكه ديالنا هو هذا كيفاش جا. انا هنا سبق لي ودهنت اللاطه بالزبده ورشيتها بالدقيق. غنبدا دابا نستف التفاح ديالي حتى نكملها كامله، ومن بعد ندخلها للفرن. هنا غنجيب ليمون بعد ما طابت في طبيعه الحال الكيكه ديالنا. غنجيب ليمون وغنوضع فيه، انا هنا فلون خلطت مع معلقه كبيره ديال السميده، وغنوضع الكل فوق النار حتى يغلى ونطفي. من بعد فوق الكيكه ديالنا غنخوي فلون مع الليمون ونخليها حتى تبرد عاد نقدم. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي الكيكه ديالنا من بعد ما وجدات كيفاش كتجي. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.